في ظل هذا المنخفض الجوي وأيضا بحسب ما قيل هناك منخفضات جوية قادمة أيضا، أول ما يسأل عنه المواطن أيضا فيما يتعلق بمصير التيار الكهربائي، هل من انقطاعات قادمة؟ علما للآن يعني نقدر نحكي بخصوص انقطاعات الكهرباء هي ليست ككل عام أو ليست كالأعوام السابقة، واضح أنه في تحسن في موضوع انقطاعات الكهرباء، لكن رح نستفسر أكثر. وأيضا ما هي مشاريع الشركة الجديدة وبخصوص التجهيزات للمنخفضات؟ ينضم لنا عبر الخط الهاتفي المهندس صلاح حلقم مدير إدارة الشؤون الفنية في شركة كهرباء محافظة القدس. أستاذ صلاح صباح الخير، أهلا بك معنا. يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين والمشاهدين. تحياتي لك. خلينا نحكي عن منخفض الجوي الحالي وأيضا هناك منخفضات جوية قادمة، شو استعدادات الشركة لهذا المنخفض؟ كيف ممكن تقييم موضوع الكهرباء في ظل الأزمة المالية وفي ظل أزمات نعلمها بفعل الاحتلال أيضا بما يتعلق بانقطاع التيار الكهربائي، الضغط العالي، يعني قدرة المولدات الكهربائية لدينا وكل هذه الأمور؟ نعم، يسعد صباحكم كمان مرة. موضوع طبعا المنخفضات وقبل ذلك يعني الاستعدادات لفصل الشتاء بالشكل العام هي تتم على مدار يعني سنة كاملة، على مدار سنة 2022 السنة الفائتة تم يعني القيام الحقيقة بالعديد العديد من المشاريع المهمة والحيوية في الشركة، تتضمن طبعا مشاريع لها علاقة يعني بإعادة تأهيل الخطوط سواء كانت ضغط عالي أو ضغط منخفض، تكبير محولات توزيع شبكات ضغط منخفض، مشاريع استراتيجية أيضا لبناء خطوط ضغط عالي ومحطات تحويل أيضا رئيسية في جميع يعني مناطق امتياز الشركة ضمن طبعا خطط مدروسة. كما نعلم أن الأحمال يعني هي تتطور وبالتالي تزيد من سنة إلى سنة، لابد من الأخذ بعين الحسبان هذه النقطة يعني عند عمل الدراسات المختلفة وعند عمل دراسات توقع الأحمال، وأيضا بالإضافة إلى وجود يعني الكثير أيضا من الأحمال الإضافية التي تضاف مثل المشاريع الاستثمارية الجديدة التي تكون أيضا موجودة، وهذا كله طبعا يدمج في خطة واحدة تعكسها طبعا الخطة الاستراتيجية الخمسية عند الشركة، من ضمن يعني لذكر يعني بعض هذه المشاريع المهمة. يعني هناك يعني خط يعني رابط ما بين منطقة النويعمة وبين رام الله منطقة الطيبة، وهذا الحقيقة يعني كان له إسهام كبير جدا يعني حتى في موضوع تخفيف يعني أثر الانقطاعات الإسرائيلية من الشركة القطرية يعني المستمرة والمتواصلة. من ضمن أيضا هذه المشاريع يعني أيضا تزويد مغذي يعني جديد وحلقي على منطقة قرى شمال غرب القدس اللي هي منطقة يعني بيدو وبيتكسا وبيتعنان والكبيبة وكل هذه المناطق، أيضا من مصدر جديد وهو مصدر أيضا الموجود في قلنديا، محطة تحويل قلنديا الكبيرة التابعة لشركة النقل الفلسطينية. من ضمن أيضا يعني المشاريع المهمة يعني هنالك أيضا يعني مشاريع ضغط عالي يعني تم يعني بنائها في داخل القدس وفي محيط القدس، أيضا في بيت لحم أيضا تم أيضا بناء يعني العديد من المشاريع الرئيسية وشبكات الضغط العالي. هذا من جهة. من جهة أخرى يعني هنالك أيضا يعني زيادة في يعني في السعة الاستيعابية لمحطات التحويل. على سبيل المثال محطة تحويل الزيت تم زيادة السعة فيها إلى 5 ميجا، تكبير المحول الموجود فيها. في محطة فتح مرحبا في منطقة رام الله أيضا تم تكبير أيضا محولها. محطة وادي النار أيضا تم تكبير محولها في العزرية. محطة بيت حنينة تم تكبير محولها وتم أيضا تغيير يعني المفاتيح الضغط العالي الموجودة فيها. في تكبير يعني المشاريع. في تكبير محولات وفي تركيب محولات جديدة. يعني هل تركيب المحولات اللي في ترمس عيا مثلا في الدهيشة هاي كانت محولات جديدة تم تركيبها؟ هذه طبعا المحولات هي لها علاقة بالتوزيع أكثر، لأن المناطق بالشكل العام يعني في هنالك يعني مع ازدياد الأحمال ممكن أن يكون هنالك ضعف الجهد الواصل للمشتركين، وبالتالي يتم يعني إضافة محولات جديدة في هذه المناطق
بحيث انه تتوزع الاحمال بشكل صحيح، وبالتالي بيتم يعني استيعاب الحمل الجديد، وبنفس الوقت هو يعني ايصال الكهرباء بالجوده يعني المطلوبه للمشتركين. هذا جزء. طبعا تحدثنا عن المشاريع الرئيسيه اللي نفذتها الشركه، ايضا هنالك يعني نقاط ربط، يعني الحقيقه القدره الاستيعابيه لنقاط الربط ايضا تم يعني توسيعها 40 ميجا الحقيقة تم إضافتها لمنطقة القدس نقاط ربط جديدة، وهنالك 80 ميجا مثل كما تعلمون يعني في يعني شهر 7 السنة الماضية تم يعني إضافتها لمنطقة أريحة ومحيط أيضا منطقة أريحة في حال الطوارئ مثل ما حكينا. هنالك أيضا اللي هي يعني شركة النقل الفلسطينية الموجودة في قلندي أيضا يعني في هنالك تكبير 20 ميجا أيضا في داخل هذه المحطة، وهذه المحطة يعني كما تعلمون هي تخدم يعني منطقة رام الله وسط المدينة، وتعزز يعني الحقيقة الربط الحلقي مع يعني محيط منطقة رام الله، وهذا طبعا من شأنه يعني هذا الربط الجديد في نقاط الربط كلها بمصادر التزويد اللي احنا دائما يعني والشركة تحرص دائما على تنويع هذه المصادر، والحقيقه يعني كلف يعني عاليه وباهظه تدفعها الشركه لذلك، وبالتالي مهم جدا انه يعني ان نعلم يعني ان الشركه تستثمر يعني كثير الكثير ملايين الشواكل في البنيه التحتيه. الهدف الرئيس هو الحقيقه خدمه المشتركين، الهدف الرئيس في حال وجود منخفضات معينه وفي حال وجود زياده احمال ان يعني يكون هنالك مرونة الحقيقة بتحويل الخطوط، وخصوصا من مصدر تزويد معين لمصدر تزويد آخر، وبالتالي إن حصل يعني هنالك انقطاع في منطقة معينة أو على مزود معين هذا الانقطاع يعني لا يدوم طويلا بسبب يعني وجود يعني هذه الخطوط البديلة اللي تحدث عنها أيضا تحكم فيها. نعم اللي تحدثنا عنها. يعني أنا بدي أسألك إذن الانقطاعات اللي كانت زمان قبل سنوات بفعل الأحمال لم تعد موجودة، الأحمال الزائدة بفعل طبعا اللي تحدثت في حضرتك من تكبير محولات وزيادة ميجاهات في كثير من المناطق، لكن الانقطاع اللي بسبب الشركة القطرية بفعل الاحتلال يعني نتيجة الديون، هل ما زال هذا القطع المبرمج موجود أستاذ صلاح؟ صحيح هو ما زال موجود ومستمر منذ يعني من السنة الماضية ولغاية هذه السنة، وأيضا بوتيرة أعلى الحقيقة، يعني الوتيرة الأعلى تعني عدد ساعات أكثر في القطع المبرمج من جانب الشركة القطرية الإسرائيلية، وأيضا عدد خطوط أكبر. الشركة طبعا يعني يمكن المشتركين يعني لم يشعروا بشكل كبير في هذه الانقطاعات المبرمجة مع وجود يعني إعلام مسبق يعني في موضوع هذه الانقطاعات للمشتركين، ولكن يعني عدم يعني الالتفات أو الشعور بشكل كبير لهذه الانقطاعات السبب الرئيسي هو وجود مصادر أخرى عند الشركة تم الاستعانة فيها للتغلب أيضا على هذه الانقطاعات، ولكن يعني التركيز الحقيقة يعني يجب أن يكون في المناطق يعني خلينا نحكي التي يكثر فيها السرقات والتي تكثر مديونيتها والغير خاضعة لأي قانون مثل مناطق جيم، هذه الحقيقة يعني هي المناطق يمكن معرضة أكثر لحصول انقطاعات فيها نتيجة يعني صعوبة الحقيقة يعني التخطيط يعني لأحمال هي فعليا يعني لدى الشركة هي يعني لا يمكن يعني رؤيتها لأنها هي سرقات وبالتالي وتعدي على الشبكات العامة في الشوارع، وبالتالي يعني بلحظات يعني ممكن يعني أن ترتفع الأحمال عليها لأنها يعني لا يمكن دراستها، وبالتالي تتعرض يعني لانقطاعات في هذه المناطق، خطوط تحترق، محولات تحترق، زمن ووقت أيضا كبير للطواقم الفنية للوصول لهذه المواقع وإصلاح الخلل، يعني الاحتراق يعني صعب جدا اللي هي معالجته بشكل يعني سريع ويحتاج إلى وقت الحقيقة ومدة أكبر لمعالجته. ممكن أيضا يعني أن نتحدث عن يعني المنظومة الموجودة عند الشركة في موضوع يعني رؤية الشبكات الكهربائية وخصوصا مزودات ومحطات الضغط يعني العالي. يعني أنا كنت بدي أسألك وين بتشوف الشركة فيها بخصوص الشبكات هاي؟ وين بتشوفوا كشركة كهرباء في مناطق بدها تقوية الشبكات، تقوية للشبكات فيها برأيك؟ الحقيقة يعني موضوع يعني تقوية الشبكات يعني الشركة يعني تعمل بشكل كبير في جميع المناطق، هنالك موازنات يعني مرصدة ترصدها الشركة يعني لذلك يعني الموازنات يعني تقريبا
بحدود 70 مليون شيكل بتم ترصيدها للاستثمار في إعادة يعني خلينا نحكي تأهيل هذه الشبكات في جميع المناطق. الحقيقة نحن لا نستثني منطقة عن منطقة أخرى. التأهيل يكون بشكل متواصل ومستمر وحسب الحاجة وحسب طبعا الأولوية للمناطق، والأولوية بيحددها طبعا موضوع اللي هي جودة تزويد التيار للمشتركين في هذه المناطق، يعني لا يكون هناك يعني ضعف تيار مستمر عند المشتركين. هذه من الأولويات. وأيضا في حالات طبعا اللي هي الارتفاعات في الأحمال الزائدة، يعني أيضا هذه أيضا مركبة أخرى يعني يمكن دراستها. ممكن يعني أن نعرج مثل ما حكيت على المنظومات الموجودة عند الشركة في موضوع السيطرة والتحكم في شبكاتها. يعني هنا الكثير الكثير يعني من النقاط الإضافية تم إضافتها أيضا سنة 2022 لتوسعة يعني التحكم في جميع نقاط الضغط العالي أيضا عن بعد. يعني يتم هذا التحكم، يتم رصد المشاكل عن بعد، يتم توزيع الأحمال عن بعد على هذه المغذيات، يتم إيجاد يعني سيناريوهات بديلة في يعني في أي حالة من حالات قطع التيار لإعادة التيار الكهربائي للمشتركين. الطواقم الفنية والهندسية عند الشركة تبذل الحقيقة جهود يعني كبيرة يعني العمل يعني ضمن يعني هاي المنظومة الذكية والمتكاملة الموجودة عند الشركة. طبعا في موضوع ايضا العدادات الذكيه، موضوع شحن العدادات ايضا يعني اصبح في تقدم. يعني اليوم احنا المشترك يستطيع ان يشحن عداده عن بعد، يعني من خلال تطبيق الشركه يمكن ان يشحن عداده بواسطه الفيزا. مراكز شحن كثيره وكبيره، سوبر فون بلبي موزعه يعني بالشكل العام في كل مناطق امتياز الشركه. يعني يمكن ايضا على موقع الشركه يعني رؤيه يعني هذه المواقع والاطلاع عليها بسهوله الوصول يعني اليها. فبالتالي يعني هذه الاستثمارات يعني مهمه جدا الحقيقه. الهدف الرئيس فيها هي يعني خدمه المشتركين، ايصال خلينا نحكي الخدمه للمشترك بشكل جيد. وايضا موضوع مهم جدا اللي هي التشغيل المثالي للشبكات الكهربائيه والتشغيل الافضل من يعني من ناحيه تشغيليه. هنالك مفاقيد كهربائيه ايضا في الاسلاك الكهربائيه وفي المحولات، هذه المفاقيد يمكن ايضا تقليلها الى اقل نسبه ممكنه من خلال تشغيل مثالي لهذه الشبكات. تم يعني الحقيقه برضو عمل يعني دراسات يعني مهمه جدا وتطبيق يعني جزء يعني من هذه الدراسات على يعني منطقة أريحة في موضوع المفاقيد الفنية أيضا. وهي ليست المفاقيد الكبيرة، ولكن يعني أي نسبة ولو كانت بسيطة هي أيضا تسهم في موضوع يعني إدارة يعني نظام الكهرباء والشبكات الكهربائية بشكل مثالي وبشكل تمام. ناجح. طيب يعني بالنهاية أستاذ صلاح بنقدر نحكي عن هذا الشتاء بأنه شتاء كيف سيكون على مستوى الكهرباء؟ كيف ممكن تصفوه كشركة كهرباء؟ ان شاء الله يعني احنا يعني في كل منخفض يعني مثل ما حكينا يعني الشتاء بدايه يعني احنا استعدينا له بشكل يعني جيد وعلى كل الاصعده، يعني بذلنا ما يمكن بذله الحقيقه كشركه يعني توزيع. المنخفضات طبعا كل منخفض له معطيات معينه. المنخفض اللي نتحدث عنه اللي هو هذا الاسبوع يمكن الاسبوع القادم ايضا يتميز الحقيقه بمعطيات يعني اثنين من المعطيات خلينا نقول. نعم المعطى الاول اللي هي سرعه الرياح، والمعطى الثاني هو اللي هي غزاره الهطولات الامطار الموجوده. طبعا سرعه الرياح ممكن انها يعني تخلي يعني اي اجسام معينه تتطاير بتاثر على الاعمده وعلى الصحيح بالضبط، والامطار ممكن ان تؤثر على الاعمده وبنيتها وكل ذلك. بالتالي يعني الطواقم هي يعني تكون مجهزه وتتحول جميع الطواقم الفنيه الى برامج عاديه لبرامج طوارئ، بتكون مجهزه طبعا بكل المعدات المطلوبه والاجهزه والادوات للوصول يعني الى هذه المشاكل اللي ممكن انها تحصل يعني في مثل هذا النوع من المنخفضات. مثل ما حكينا الاستمراريه يعني التزويد هو يعني ما يستسهر عليه الشركه ليل نهار لجميع مشتركيها. 24 ساعه هنالك يعني فرق موجوده وفرق طوارئ موجوده، وهنالك مركز اتصال موحد يستقبل يعني مكالمات يعني المشتركين.
في شغلة بدي أحكيها بالنسبة للترشيد استهلاك بعض الأجهزة. أنا بشوف لكم إعلانات دائما كشركة كهرباء بتحكوا عن بعض الأجهزة اللي يفضل عدم استخدامها كثير في فصل الشتاء أو الاعتماد عليها، مثلا النشافة، الصبات الكهرباء بشكل كبير، البويلر لساعات طويلة. هاي كمان رغم التقدم في المشاريع اللي تحدثت عنه حضرتك إلا أنها بتشكل عائق كمان وبتزيد الأحمال، وممكن الاستعاضة عنها بأمور تانية. يعني في منه حقيقة أنه في أجهزة أستاذ صلاح فعليا بتزيد الأحمال بشكل كبير وبتستهلك أيضا كهرباء بشكل كبير؟ هذا صحيح، هو له صحيح. يعني هناك شقين الحقيقة للإجابة. الشق الأول يعني المشكلة إن كانت في الجهاز هي يعني موضوع الاستهلاك الكبير لهذا الجهاز، يعني مثل صبات الكهرباء العادية هي فعليا تستنزف الكهرباء. في حين إذا كان في هنالك يعني جهاز اللي هي تكييف، جهاز التكييف بما يعني يعادل يعني خلينا نحكي حجم صبة الكهرباء من ناحية طاقة أو من ناحية قدرة، دائما جهاز يعني الأجهزة التكييف هي أوفر من أوفر في استهلاك الكهرباء. نعم، لأنه فيها أنظمة، الحقيقة فيها أنظمة هي توفر أصلا، يعني هو يعني عادة هي بتكون بسموها الانفيرتر بيست، يعني الانفيرتر صحيح. نعم، والانفيرتر هذه طبعا فيها توفير لأنه هي بتصير تتحكم في موضوع يعني الاستهلاك التيار الكهربائي بطريقة بحيث إنها يعني تقلل يعني قدر الإمكان هذا الاستهلاك حسب يعني الجو الموجود، زائد إنه هي فعليا ممكن يعني إنها تعمل ويعني ويقوم يعني الترموستات يعني بطفي يعني المكيف في حالة يعني فترات معينة، يعني لا تعمل بشكل مستمر. الصوبة يعني هي تعمل بشكل أيضا مستمر، علاوة على موضوع الخطورة. يعني الصوبة تعتبر يعني خطر الحقيقة من المخاطر الموجودة، خصوصا إذا كانت يعني قريبة من أي مواد قابلة للاشتعال. الأجهزة التكييف مثلا لا، هي يعني ليست كذلك. هذا جانب أول. الجانب الآخر المطلوب ايضا هو يعني تجنب الحقيقه تركيز استهلاك يعني هذه الاجهزه في وقت الذروه. يعني احنا ما بنحكي للمشترك تستخدمش النشافه، بس احنا بنحكي له ما تستخدمها في اوقات الذروه سواء كانت الصباحيه او المسائيه. الصباحيه بنحكي من 11 للثلاث، والمسائيه من الساعه 5 للتسعة. فالنشافه في خارج هاي الاوقات، والاحمال الاخرى في خارج هاي الاوقات، الغسال، النشافه، ان اي حمل هو غير ضروري فعليا إذا استطاع عدم استخدامه في هذه الفترة. استخدم التدفئة، استخدم التدفئة، التسخين مثلا البويلر. فكرة خاطئة كثير يعني عند من الناس، يعني دائما بيخلي البويلر شغال ليل نهار على مدار 24 ساعة، بفكروا انه في يعني هاي النقطة اللي دائما في الناس بتحكي فيها، انه بيطفي لحاله او هو لحاله لما بوصل لدرجة حرارة معينة برجع بيطفي الثرموستات اللي هاي مهم توضيحها. هذه نعم، هلا ببساطة يعني البويلرات هي تعمل اذا اشتغلت على مدار 24 ساعة. هنالك ايضا اللي هي مؤقت او ثرموستات يقوم يعني عند وصولها لدرجه حراره معينه، على سبيل المثال 60 درجه او 65 درجه مئويه، بقيمة الثرمو يعني يقوم الثرموستات باطفاء اللي هي الكهرباء عن البويلر. وبعد فتره عندما تبرد يعني المياه في داخله او نزول درجه الحراره 65 بيرجع بيشتغل. فبالتالي اذا جينا عملنا احتساب للزمن للساعات، لساعات الاشتغال العمل للبويلر ممكن ان تصل الى 10 ساعات حقيقه او 11 ساعه. فالافضل واحد يشغله فالافضل واحد يشغله في الفتره الصباحيه ساعتين مثلا او ساعه ونص، وهو يعني يقوم بالواجب، وفي المساء كمان ساعه ساعه ونص. بالتالي هو وفر في هاي الحاله يعني في فاتورته. زائد يعني موضوع تركيب البويلر، يعني برضه مكان تركيب البويلر برضه مهم. يعني مثلا البويلر اللي على السطح يستهلك اكثر من البويلر اللي بيكون في اجواء مغلقه، لانه في اجواء بارده. بالضبط، لانه الجو هو يعني بارد بيكون في الخارج اكثر، وبالتالي يعني يعمل صحيح. يعني برضه فتره اطول. فيعني مهم جدا موضوع الترشيد يعني في اوقات الذروه، يعني وازاحه الاحمال الغير ضروريه عن هذه الاوقات، فقط التركيز على موضوع التسخين
موضوع التدفئة، يعني خلينا نحكي والأمور بس يعني فقط المهمة جدا في هذه الفترات. ويعني نتأمل يعني أن يكون يعني هذه المنخفضات وأن يكون يعني بشكل آمن إن شاء الله كمان مطار على يعني الجميع. خير وبركة يعني نعم. على الجميع. شكرا، يعطيكم العافية أستاذ صلاح، شكرا جزيلا لك. المهندس صلاح حلقم، مدير إدارة الشؤون الفنية في شركة كهرباء محافظة القدس، تحياتي لك، شكرا.